ذكرى سنوية 16 بعد المئة لصدور أول صحيفة كردية باسم كردستان. وجرى خلال المراسيم تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين الرواد والشباب درع المؤسسة. بمناسبة الذكرى 16 بعد المئة لإصدار أول صحيفة كردية باسم كردستان والتي أصدرها السياسي مقداد مدحت بدرخان في العاصمة المصرية القاهرة، نظمت مؤسسة هوار الكردية بكركوك مراسيم بهذه الذكرى لتكريم كوكبة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين من الرواد والشباب بدرع المؤسسة تكريما لجهودهم القيمة لقول كلمة الحق والصدق بكل شفافية في كركوك. بادرنا كمؤسسة هوار الإعلامية في تكريم الصحفيين الذين كانوا في السنة الماضية سندا ودعما لمؤسستنا خارج هيئة التحرير للصحيفتين الهوار والنبأ. واليوم من دورنا يعني قمنا بذكرهم وقمنا بتكريمهم بهذه المناسبة، وهذه التكريم رسالة لهم، نحن لن ننساهم، لن نضيع جهودهم، دائما يعني في دائما الى الامام في خدمه الكلمه الحره في كركوك. اختيار الطاقات حتى القديمه اللي موجوده اللي اذا نشوفها انه تكرموا اليوم ولهم باع طويل بالصحافه واستقلاليه تامه وبحريه مطلقه، لان مؤسسه هوال بصوره عامه هي تعتمد على الكلمه الحره المطلقه. مؤسسه هوال الاعلاميه بأن تقوم بهذه الممارسة من خلال تكريم الإبداع الإعلامي في كركوك واختيار النخبة الصحفية والإعلامية الطيبة لهذه المدينة المعطاء واستذكارهم بهذا التكريم يدل دلالة قاطعة على اهتمام هذه المؤسسة والمؤسسات الإعلامية الأخرى بالإبداع والمبدعين لا سيما في مجال الصحافة والإعلام. محافظة كركوك التي كانت ولا تزال في إنجاب المبدعين والمثقفين والصحفيين ستواصل وعلى لسان صحفييها ومبدعيها في الكلمة الحرة، لأنها ناضلت منذ القدم ضد الدكتاتورية لتحرير كردستان ولعيش الإنسان بحرية وسلام. كلمة حرة، هكذا عودتنا مؤسسة هوال وجريدتها النبأ أيضا. كلمة حرة، كلمة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر كل أسبوع، مهما واجهنا من ضغوط ومن مضايقات سنستمر في كلمتنا الحرة إن شاء الله، وستصل إلى أذهان الجميع دوما، ولن نتخلى عن مبادئنا مهما واجهنا من ظروف. تكريمنا اليوم فهو بكل تأكيد عبارة عن رمز في أنه يجب إحياء ذكرى تأسيس الصحافة الكردية اللي هي جزء من الصحافة الوطنية العراقية بصورة عامة، وكان لها دور فعال في سواء كان على نضال تاريخ نضال الشعب الكردستاني بشكل عام أم بتاريخ نضال الشعب العراقي بشكل عام، وخاصة في مدينة كركوك التي كانت ولودة بعدد المثقفين والصحفيين والمناظرين الذين ساهموا سواء كان في الحركة الوطنية العراقية أو الحركة الكردستانية. الصحافة الكردية الآن وفي أي مكان هي امتداد لسنوات كثيرة من العمل على إيصال الكلمة الحرة بكل شفافية ونقل الحدث كما هو للمشاهد والمستمع والقارئ، وتكريم كوكبة من المبدعين بدرع مؤسسة هوار الإعلامية ما هو إلا حافز لاستمرار الصحافة الكردية في نضالها المعطاء. ألغوت حسن، فضائية كركوك. أقامت منظمة طيف للمنظمات غير الحكومية حفلا برعاية الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك لتكريم